وريحة الزعتر، من ريحة الأرض، من ريحة الضيعة، من ريحة التراب، من تراب بلدنا. ذكرني بريحة بيتي، بريحة إني كنت دق زعتر قدام بيبي، ويجوا هالجيران يقعدوا حد مني. هلا إذا صار عنا جنازة دفن بالضيعة بنطلع على الضيعة بنتقى بالضيعة هون، لأنه كل واحد صار بمطرحه وصرنا بعاد كتير، كل واحد متفرق عن التين، ما حدا يعني قريب للتين. بالصدفة نلتقي لك بحدا، بنلتقى بنسلم على بعضنا، بنبكي بنصرخ من فش خلقنا. تركناها بشي 13 الشهر 13 اكتوبر، بعد 7 اكتوبر ظهرنا من بيتنا، نحنا بيتنا مطرف، غيرت علينا ريحة الأرض، واشتقنا لريحة الأرض، اشتقنا للتراب، اشتقنا للزريعة، اشتقنا لكل شيء، كل شيء نحن مشتاقين له وحابين نرجع. وبعدني امبارح عم اقول يا ريت أول ما برجع عم اقول له لابني بدي ارجع على مرج الخيام، بس لأوقف وشو عوض اللي راح علي، أوقف وشوف وتفجر اللي راح علي. رحت هون بزريرية أنا على الزعتر وجبت من الوعر شوية زعتر ونقيتهم وزبطتهم للمون. هلأ هيدا الزعتر منجيبه من البرية وبننطفه وبننقيه وبننسفه، وهلأ بنرجع ندقه مع السماق البلدي. هيدا السماق، هيدا السماق البلدي مع السماق البلدي، هيدا السماق بنشمسه وبنحطه بالشمس وبندقه هيك يعني مع بعضه مع ملح، لانه هيك بيندق بيطلع اطيب من الطحن على المكنات. شو الفرق؟ الفرق انه هين اطيب بيطلع، بتضل كانه لو ضل سنه عندك واكثر من سنه كانه هلا مدقوق وطيب وطعمته فيه ونكهته. ايه طبعا اختلفت علي الكميه، لانه كل شيء كنت ازرعه اني بايدي واطلعه من انجو اني، يعني هلا اذا بدي فوت انا اجيب عم جيب عم بشتري، حاول كل شيء بلدي بس انه بدي اشتري كله مشترى. تفرق علي بالسعر بالمادي بكل شيء، بشتغل لمشي اموري، بس انه الطيب انك انت بتشتغل كل شيء بلدي من عندك من بيتك. فريك عندي شغل بيتي، بشوي انا شغل بيتي، السمسم شغل بيتي، البيمي بيبسها وبظبطها للشتاء وبيع اخضر شغلي انا، البندوره شراب بعمل شراب البندوره، بجيب بزرع صحرا وبقطفها وبعصرها وبعملها انا شراب وببيع. هلا هذا الشيء بطل فيك تعمل؟ هلا هذا الشيء ما فينا، لا زارعين ولا فينا نعمله بالمر. هون او هون بالزعتر؟ ايه هون في رطوبه كثير، نحن ما عندنا، نحن هون ناشف، عندنا شوب بس الهواء ناشف ما بتحس به رطوبه ابدا، يعني ما بتصير عندنا الا قليلة جدا لما بتجي عنا رطوبة، بس نحن ما عنا رطوبة، هوينا ناشف وكتير كتير منيح، يعني كل شيء بتشمسه. هيدا هلا بدي نخي هيك بنخله بس ندقه، بس طبعا بعد بدنا ننعمه أكثر من هيك بده ينعم. وبصير بهذا الشكل هيك، بصير شكله ناعم وانعم من هيك، بعد بتنعم وبتزبط هيك. صار جاهز للاكل، هذا صار جاهز لتحط له سمسم وتنعمله مناقيش، ناس بتاكله هيك، في كل واحد يضيف له اي شيء حسب ما بيحب. اول ما بيقولوا وقفت اطلاق النار بكون اول العالم ببلد، اول العالم طالعين على البلد راجعين دغري بالثانيه، يعني اتوقع انه بالثانيه راجعين، ثانيتها بنكون ماشيين على الضايع.